عليه وآله. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن أغضبها فقد أغضبني. فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. ظلم تعرضت له بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ظلم لم يقتصر على تلك الفترة الزمنية، بل ظلم تعدى إلى أن ترى آثار ذلك الظلم إلى يومنا هذا. فإنهم لو قدموا عليا سلام الله عليه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولكن أبوا إلا أن يمارسوا ظلما على الزهراء بأبي وأمي. تعدد الظلم عليها بأبي وأمي، لجأت إلى ماذا لما رأت ما رأت من غصب بعلها حقه في الخلافة، ورأت ما رأت من غصبها فدك أخذت تدور على البيوت، حملها أمير المؤمنين سلام الله عليه ودارت على البيوت بأبي وأمي، تريد الصلاح والهدى للناس، وتريد إرجاع الأمة إلى حياضها وإلى حظها الأعلى، ولكنهم كانوا يسدون الأبواب في وجهها، وكان بعضهم يعتذر فيقول: لقد سبقنا للبيعة فلان، والله لو جاءنا أمير المؤمنين وسبقنا لبايعناه. فتقول: أو كنتم تريدون أن يترك أبي من دون مواراة؟ وأعظم ما جرى عليها بأبي وأمي، وكأني بها بين الباب والجدار تصيح: وأبتا وتصيح: ومحمدا، ولا ترى مغيثا. أعظم ما جرى عليها وما آلم قلبها لما نادت: وعليا. استغاثت بكهفها، بسندها، بملجئها، فلم تجد عليا، سقطت مغشيا عليها. لما أفاقت التفتت إلى فضة، قالت: يا فضة، أين علي؟ الزهراء سلام الله عليها ليست معتادة أن تنادي عليا فلا يجيبها، هذه المرة نادت علي فلم تر له صوتا ولم تر له شخصا. التفتت إلى فضة، قالت لها: يا فضة، أين علي ومدامع فضة على خدها؟ نظرت إلى طرف البيت، رأت ماذا؟ رأت الحسن والحسين يبكيان لما جرى على أمهما وما جرى على أبيهما، فهمت ما جرى. قالت فضة: يا سيدتي، لقد خرجوا بعلي ملببا والسيف وحمائل السيف في عنقه بأبي وأمي. أخذت الحسن والحسين، خرجت من بيتها، التفتت وإذا بها ترى عليا ملببا وحمائل السيف في عنقه والسيف على رأسه، ومناد ينادي: بايع يا علي، وإن لم تبايع ضربنا عنقك
هنا الزهراء بأبي وأمي، لم تستطع ما رأته من وضع ملم بأمير المؤمنين. ماذا صنعت؟ ورنيت إلى القبر الشريف ببقلة عبرة وقلب مكمد محزون، نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتاه عز على العداد معيني. جلست عند قبر رسول الله، قبضت قبضة من التراب، شمتها وناديت ماذا على من شمت ربة أحمد ألا يشم ممد الزمان. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صوتي وندائي. مع الزهراء صبت على صبت على الأيام صرنا ليالي. رفعت يديها إلى السماء بأبي وأمي، همت بالدعاء، نظر أمير المؤمنين بعين المصير وكأن الخسف قد نزل بالمدينة. قال يا سلمان أدرك فاطمة، فوالله إن دعت على القوم هلكوا. جاء سلمان مسرعا، وجد الزهراء وهي رافعة كفيها تهم بالدعاء. قال لها يا بنت محمد يا أم الحسن والحسين، بعث أبوك رحمة فلا تكوني على القوم نقمة. التفتت إلى سلمان، قالت عم يا سلمان أحرقوا داري فصبرت، كسروا ضلعي فصبرت، لطموني على وجهي فصبرت، أسقطوا جنيني فصبرت، ولكن ما بعد علي صبرا. لتلومني لو هاجت أحزاني يا سلمان، شنك ما تدري بالذي فعلة العدوى هجموا علي داري وساجر ما علي، والمرتضى قاعد وعبرات جرية، جسم انتحل من ضربة المسمار صدري. يا سلمان لا تلومني عما جرى علي، لا تلومني مما جرى علي، جسم انتحل من ضربة المسمار صدري، واللطمة عيوني وداحي الباب يدري، وشنك ما تدري هالعبد بي ايش سوى، سقطني المحسن وخلى الجسم نحلة، وبس عاينت حيدار ملبب ما اخذينه
وسمعت شبل الحسين يندب راح ابونا غصب علي طلعت خوفي يذبحونا وتتيتب أولادي عقب فارس الفرسة. آه بنت من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها. يا الله ربي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل كلمح بالبصر أو هو أقرب يا كريم. فك كل أسير داوي كل جريح اشف كل مريض رد كل غريب. اللهم ولا